اعزائي طبعا كلنا بنحب المراوغات الجميله، المراوغات اللي تخلي مزاجك عالي جدا، اللي هي يعني لما بتحصل كده بيحصل منك رده فعل غريبه جدا، ويعني في الاونه الاخيره بقت حاجات نادره بسبب يعني التكتيكات الصعبه اللي بيعملوها المدربين وقله الحريه الابداعيه بتاعت اللاعبين. فانا بقى كده قلت لازم اجيب لك فيديو يبسطك كده بشويه مراوغات رايقه جدا. يعني تعالى نشوفه مع بعضينا، بس طبعا بتيجي مش تعمل لايك، يعني عايزين تروح حالا تكسر لي زر لايك في السريع. لو مش عامل اشتراك تعمل اشتراك حالا، شاكب بقى عليك فعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك اي فيديو. يلا بينا يلا عم تعالى كده نشوف معانا اول لقطه مين. اوه داني كارفاخال 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 على هادي. اوه تيري اوري. اما دخلت على الفيديو لايك سبسكرايب شير الثلاث حاجات. اللايك اهم حاجه بس عشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. ده الغدار نيمار. اوه نيمار نسخه سانتوس كان مرعب مرعب. الكره ما كانتش بتاخد من رجليه بجد، ما كانتش بتاخد من رجليه. لا 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 حركة رجليه على الكورة سريعة جدا. طبعا ده الساحر رونالدينيو قدام ريال مدريد. ده الدون أيام اليونايتد كانت نسخة برضه مرعبة مرعبة. فاكر كوبري ده؟ فاكر؟ طبعا ده الظاهرة. لا 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 لا. شوف شوية حاجات كده أنا بقول لك هتبسطك غصب عنك. سي كنترول زيدان قدام مين؟ البرتغال. يوهان كرويف كواريزما. اوه ده عم الناس الدون. يا عاقل يا عاقل يا عاقل يا عاقل على الفنت. ترسات كده عارف والله بجد يعني تبسط. ده الامير كاكا ريكاردو كاكا مع ريال مدريد. حلوه دي برضه تصدق. اوه اوه ناس دان ورايق. نيكولاس بيبي مع ارسنال. ده جي جي اوكاشا طبعا ده احرف لاعب جه في تاريخ افريقيا كلها. تيري هنري قدام بيول. يخرب بيتك يا هنري. فيرمينيو الكره اللي وزنها 2 كيلو. هنا انطونيو بيهبل قدام منتخب مصر. هنا ميسي. لا 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 ما تخشش على ميسي بسرعه والله هترقص هترقص. ما ينفعش. ابو ابراهيم قدام حكيم زياش. اوه قعد وقعد قعد حكيم زياش قعد. يا لو على الفنت يا لو على الستيب اوفر. ده التاريخ قدام بيكيه. تعالى بيكيه تعالى بيكيه. الطريقه في حد ذاتها جميله يعني ما تتنسيش. هنا بوجبا في وسط اتنين لعيبه. بص 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 الحركه اللي عملها الترويصه دي جميله جدا يا جماعه بجد وصعبه جدا على فكره. كوتينيو قدام اليونايتد وبيزحف الناس على الارض. كمل معايا انزل اعمل لايك في السريع. يعني ده كواريزما. يا ساتر على الترقيص يا ساتر على الترقيص يا هوملز. كريم بنزيما قدام ثلاث لاعبين من اتلتيكو مدريد وعدى وعمل اسيست. انا فاكر الكوره دي كنت بتفرج على الماتش. سافيتش ترقص الغبي. يخرب بيتك يروع الكوبري ده. يروع الكوبري بتاع ميسي يا جدعان مرعب. يروع على دي بروين والترقيصه. قطم ظهر الواد والله كسر وسطه. قطم ظهره خالص. خرب بيتك يا دي بروين. هنا ميسي بكل هدوء قدام مين؟ فابريجاس اللي كان بيلعب معاك في الفريق يا جدع. كينجستي كومان. يا ساتر يا ساتر ده وقع على وشه. لا ده وقع على وشه والله بجد. دوغلاس كوستا. وسط اتنين لعيبه برضو يعني صعبه. هنا دي ماريا. ماشي. هنا ميسي. اوه بيرقص بالحكم بيرقص بالحكم واخد بالك انت؟ ده مين ده؟ اوه 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 ده خيسوس جبريل خيسوس. يخرب بيتك يا لوفري. ده الغدار. اه ده غدار يا جدعان يا جدعان ده غدار. معلش يعني مهما يكن ما تخش عليه بسرعه برضه. يا ساتر على الكوبري يا غدار.
لا 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 يا ساتر يا ساتر يا ساتر، ده رجليه ثبتت في الارض فاهم، مش عارف يعمل ايه. ان رونالدو بعمر 36 سنه مع يوفي، يا ساتر على الكوبري يا كاسيميرو. لا هو كاسيميرو روح روح بعد الكوبري ده بجد روح. بس لو طارو مارتينيز، ميسي قدام رونالدو، بس عادية يعني هنمشيها. سيلفا هو رفعت رفع رفع فوق رجلي دي جميلة قوي. ده مين؟ ماشي المو صلاح يا عين يا صلاح يا عين يا صلاح، يلوع الفنت يلوع الفنت. اوعى تحط رجلك اوعى تحط رجلك قدام ميسي، هتبيع نفسك. الكلام ده مين قدام بايرن ميونخ، واخد بالك انت؟ حلو قوي بصراحه، ترقيصه جميله قوي قوي من فيرمينيو، جميله. مين رودريجو؟ الساحر. هو على عثمان، عثمان يا عثمان يا عثمان ديمبلي. هو على ميسي. ايه ده؟ قدام فين الاثنين؟ يا ساتر يا ساتر. الترقيصة دي جميلة قوي قوي بجد، جميلة قوي 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 قوي. هنا مارسيلو. يا عاقل ده مين ده؟ برضه جبريل خيسوس. العالم البرازيليين دول فاهم رجليهم فيها حاجة غريبة. تفهمش يعني. ده جافي. ده مين ده؟ كيزا؟ لا مش هو ده، بيدري. يا جماعة بجد ميسي نسخة مرعبة في الترقصات بتاعته. يا سانشو مكسح يعني عادي، بس هو لعيب كورة. يا بواتينج يا بواتينج يا بواتينج. صعبة صعبة صعبة. مين ده؟ عثمان ديمبلي ده؟ هتلاقيه ضيعة في الآخر. لا مش عايز أشوفها دي، معلش. مش هبص على الكاميرا، مش هبص على الفيديو، مش هبص. يا ساتر يا سيلفا. يا ساتر. يا ساتر على الكوبري. بريتيتش قدام روديجر، روديجر يخرب بيتك يا روديجر. ضهرك اتكسر. بص ده بيعمل ايه؟ انا ترقيصي بيدري قدام لاعبين جالة سراي كلهم بيسحفوا، يا ساتر ده من غير ما يعمل حاجة. مين ده؟ بايت تقريبا؟ تقريبا بايت. ده اخوان ماتا. يا ساتر يا ريبري قدام مودريتش. هلا وعى الكوبري يا مودريتش. ايدين هازارد هازارد هازارد. ده مين ده؟ ديل بيرو تقريبا. هو لا 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 لا، سيلفا كنترول مرعب. ده عادل تعربط المغربي. يا لو على كوبري يا جدعان، عادل كان مدي شويه كباري غريبه غريبه. هنا انسيني بيركام يا عائل. سون الكوري الجنوبي صامي. رونالدو يا ساتر، مين اللي قاعد ده؟ اوعى يا راموس اوعى يا راموس، راح فين؟ لا بجد في شوية ترقصات مرعبة مرعبة. ألان 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 ماكسيمان يخرب بيتك يا سواريز. لا اوعى كوبري لا اوعى كوبري.
تشافي قدام سكولز. تشافي قدام سكولز صعبة 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 صعبة. طبعا بقى نكمل معاه الفيديو ونزل اعمل لايك. انا عارف ان الفيديو فيه شويه ترقصات عالميه وعارف ان الفيديو طول عليا وعليك بس عادي هنمشيها. ورالدو بس بقى عاوز ايه رايك فيديو جديد واشوفكم حلقه جايه. السلام عليكم.